في الفن، في الرياضة، في التكنولوجيا وفي كل المجالات. أفانين الجزائر جائزة جديدة تكرم الشخصيات المتميزة ينظمها مجمع مدار سنويا لتشجيع الإبداع. Attribué justement chaque année, sera attribué chaque année à un Algérien qui a contribué au rayonnement de l'Algérie, à montrer le rôle positif, à répandre ou à faire répandre le rôle positif de l'Algérie en interne et en externe. النسخة الأولى من أفانين الجزائر اختارت المجال الفني لتكرم واحدا من أعمدته ونجومه الذين صالوا وجالوا بين ركح المسرح وقاعات السينما وشاشات التلفزيون. إنه سيد أحمد أقومي. شرف لي عظيم، وكل هذه المسيرة نتاعي الفنية كانت إلا بالنسبة للحضور الجزائري، حضور الشعب الجزائري اللي ساندني وعاونني ووافقني في المسيرة، كل الفضل يرجع إليه. هو مدرسة، هو روح عالي، لا يعجز اللسان يتكلم عليه لأنه هو أقومي. هو العمود الفقري للسينما الجزائرية، معاه ترعرعنا وإحنا صغار ومعاه كبرنا ومنه تعلمنا الكثير الكثير. أفانين جائزة جديدة تضاف إلى المبادرات التقديرية والتشجيعية ترتفع في فضاء الإبداع لتعلو بالمتألقين في سماء الجزائر عرفانا بمجهوداتهم وتثمينا لعطائهم خدمة للبلاد.